الدستور أبرزت خبر افتتاح صندوق تحيا مصر، وده هيكون بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي غدا. أول دار رعاية أطفال بلا مأوى هتكون في الصعيد. صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن في المنيا هيتم حقيقة، وده في إطار حرص الصندوق الاجتماعي، أول دار رعاية الأطفال بلا مأوى هتشارك فيه كل مؤسسة الدولة باعتبارها الداعم لمأوى في الصعيد بمحافظة المنيا، وده طبعا بدعم ممول المشروعات الاجتماعية والصحية، من أجل رفع الصندوق بتكلفة 5.4 مليون جنيه.